التحليلية من الميادين. الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان وإطلاق سراح ناشطين شاركوا في التظاهرات. قبيل ذكرى الحراك الثانية، هل لبى الرئيس تبون مطالب الشارع للتهدئة وما هي معالم الخارطة السياسية المقبلة؟ تحذيرات في إسرائيل من عيوب بنيوية في الجيش وعجز أمام معضلة قوة حزب الله الصاروخية. رغم امتلاكه أحدث المعدات، جيش الاحتلال غير مصمم للانتصار في الحروب الطويلة، كيف سيواجه تعاظم قدرة المقاومة؟ خطة حكومية مصرية للحد من الزيادة السكانية تشرعها دار الإفتاء. السيسي يحذر من إجهاض التنمية بسبب عدم تحديد النسل، كيف تواجه مصر القنبلة الديموغرافية؟ وفي قضية اليوم، الاتحاد الأوروبي يؤكد حاجة العالم لتغيير جذري في النظام الرأسمالي من أجل بقاء البشرية. نقص حاد في مقومات الإنتاج الطبيعية يضع العالم أمام تهديد وجودي بحلول 2050. هل بدأ البحث عن بديل للرأسمالية؟ ثمنت الطبقة السياسية في الجزائر قرارات الرئيس عبد المجيد تبون بحل البرلمان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقبل الذكرى الثانية للحراك الشعبي في الجزائر، وعد الرئيس تبون بتعديل حكومي يشمل الوزارات التي فشلت في تأدية مهامها. قررت باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي، وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال، سواء كان فاسد وغير فاسد. وصفت بالتاريخية والأقوى منذ اعتلائه سدة الرئاسة في البلاد، الرئيس عبد المجيد تبون يطوي صفحة البرلمان المطعون في شرعيته ويفتح الباب أمام الشباب والكفاءات لدخول العمل السياسي بأياد نظيفة بعيدا عن الفساد واستغلال المال السياسي في الانتخابات. اكتشف أن الذين كانوا لهم خطاب سياسي معارض وفي الحراك وأدمجوا في الحكومة الأخيرة لم يكونوا في مستوى مطالب الحراك، سواء كشباب أو كقطاعات اقتصادية، وبالتالي هو غير راضي عنهم وقرر تغييرهم وسوف يغيرهم خلال الساعات القادمة. الطبقة السياسية من الأحزاب التي خاضت مشاورات مع الرئيس عقب عودته من رحلة العلاج ثمنت القرارات الرئاسية وأثنت على إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، فيما لم تحرك أحزاب الموالاة التقليدية ساكنا أجواء تنذر بتغييرات ستطال معالم الخارطة السياسية برمتها. هذه خطوات إيجابية جدا، ستعطي الأمل للجزائريين وتعطيهم القدرة لكي ننقل روح الحراك من الشارع إلى داخل المؤسسات، يعني العمل يصبح منظم. تعديل حكومي وعد به الرئيس تبون مع استحداث مجلس أعلى للشباب ومرصد للمجتمع المدني وتنصيب مرتقب للمحكمة الدستورية أعلى هيئة تشريعية في البلاد وفق بنود الدستور الجديدة. بارتياح كبير قوبلت قرارات الرئيس الجزائري التي تتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي، قرارات استكمل من ورائها الرئيس تبون مطالب الحراك السياسية والإصلاحية وأغلق الباب أمام المتربصين والمتاجرين بتطلعات الجزائريين نحو غد أفضل. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين. مراسل الميادين سفيان مراكشي، هي مجموعة قرارات للرئيس عبد المجيد تبون، أي هذه القرارات سيكون له تأثير على الساحة وكان لافتا، ولماذا اختار الرئيس تبون في يوم الشهيد الوطني وبالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك هاتين المناسبتين لإطلاق حزمة قرارات، يعني لماذا لا تأتي بالتدريج؟ شكرا على السؤال. بالفعل اختار التوقيت المناسب الرئيس تبون، وهي ذكرى الشهيد لما لها من رمزية كبيرة في وجدان الشعب الجزائري والثوري، ارتباطه بالثورة التحريرية التي غيرت مسار التاريخ والأحداث في هذا البلد الثوري كما قلت، وكذلك الذكرى الثانية للحراك الشعبي. وعلى ليلة الجمعة، اليوم الجمعة، كان مبرمج بحسب
ما التحركات التي رصدت اليوم، حراك كبير أو عودة الحراك إلى الجزائر، ولكن استبق رئيس تبون يبدو هذه الخطوة وقام بتعديلات تاريخية كما توصف، وإن صح التعبير قطع الطريق أمام الذين يراهنون على عودة الناس إلى الشارع من أجل مطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية والمطالب التي لم تتحقق منذ تلاقي الحراك الشعبي في الجزائر قبل سنتين. رئيس تبون في الحقيقة اتخذ 6 قرارات كما قلت موصوفة بتاريخية، أولها حل البرلمان المطعون الشرعية والذي كان سببا مباشرا من بين الأسباب التي خرج من أجلها الجزائريين. ثانيا إطلاق سراح أكثر من 60 معتقل من معتقلي الحراك، ثم إصدار أوامر لتطبيق الدستور الجديد القاضي بإنشاء مجلس أعلى للشباب وبإنشاء مرصد لجمعيات المجتمع المدني وإنشاء الهيئة أو المحكمة الدستورية التي لديها القرارات القانونية، وآخر قرار يعني وعد به الرئيس تبون وسيكون في غضون الساعات القادمة وهو تعديل حكومي جدري تمس الوزارات التي لم تستطيع أن تؤدي مهامها. سنسأل أكثر عن تداعيات هذه التعديلات سفيان، لكن الآن اسمح لنا أن نشرك محلل الميادين للشؤون العربية والإسلامية قتيبة الصالح. يوم أمس التلفزيون الرسمي في الجزائر عرض اعترافات للإرهاب الملقب أبو الدحداح، وقال كانت هناك مخططات لاختراق الحراك الشعبي تحويله عن سلميته وضرب الجزائر من الداخل. لماذا الجزائر مستهدفة إلى هذا الحد؟ وهل ما زالت أو ما زال الحراك هو تحت تأثير هذه الجماعات الإرهابية؟ تحياتي لك محمد والزملاء الكرام. بطبيعة الحال الجزائر مستهدفة بسبب النموذج الذي قدمته خلال السنوات الماضية وبسبب مواقفها التاريخية. بطبيعة الحال محمد نتحدث عن الجزائر ونموذج التغيير السلمي الهادئ الذي حافظ على الدولة ومؤسساتها وحافظ على الدولة الوطنية التي كانت مستهدفة بشكل أساسي خلال تجربة ما يسمى بالربيع العربي التي عشناها محمد. الأهم من ذلك أن هذا الحراك أو هذا التغيير بشكل عام حافظ على مكانة الجزائر في المعادلة الإقليمية أولا، وحافظ أيضا على ثوابتها الوطنية والقومية، بمعنى أن الثوابت الوطنية والقومية التي موجودة عند الشعب الجزائري انعكست على المستوى السياسي سواء في التغيير أو بدونه بهذا الحال. وتحديدا موضوع القضية الفلسطينية محمد التي وصفها الرئيس تبون بأنها القضية المقدسة. على هذا الأساس محمد نعم هناك محاولات لربما لاستهداف الجزائر على الصعد السياسي وحتى على الصعيد الإرهابيين، وربما محاولات تغلغل في إطار الحراك لحرفه عن مساره كما حدث في أماكن أخرى، وربما لإشعال الأوضاع في الجزائر أكثر لمحاولة الوصول إلى تغيير لا يحافظ على الجزائر كدولة وطنية ويحرفها عن ثوابتها الوطنية والقومية كما ذكرنا. سفيان مراكشي، مجموعة القرارات اللي اتخذها الرئيس تبون هل تعني في صورة من صورها مرحلة الشباب للقيادة قد بدأت؟ وهل الحراك بتلبية مطالبه قد انتهى أم ما زالت هناك مطالب أخرى؟ وأيضا لو حدثتنا عن بعض المؤثرات كما قال عنها أبو الدحداح بأنه يحاول التأثير واختراق هذا الحراك. بالفعل أولا الحراك أصبح في الجزائر حالة نموذجية للتغيير السلمي الهادئ والواعي بالمخاطر المحيطة به، ووقود الحراك هم الشباب. أغلب رواد الحراك في الجزائر هم شباب مطالبون بحياة أفضل وباستلام المشعل من جيل الثورة. في الحقيقة الجزائر على أعتاب انتقال إن صح التعبير جيلي بين جيل الثورة الذي طرد الاستعمار الفرنسي وأسس الدولة طوال أكثر من 50 سنة، وجيل الاستقلال الذي يستلم اليوم مقاليد الحكم في وزارات وفي هيئات للدولة للاستمرار في معركة البناء والتشييد. بالفعل الاعترافات التي كانت على لسان ذلك الإرهابي فتحت كثير من التساؤلات وكذلك أماطت اللثام على الاختراقات التي تهدد الجزائر والتي حاولت أن تستعمل الحراك كمطية لإثارة كما نطق الإرهابي بلسانه إثارة الفوضى الخلاقة وإثارة ما أسماها بالحرب المدنية التي تنتهي بتسليح جماعات. وذكر في المناسبة ذكر النموذج السوري، قال أو ليس نموذج ولكن الأزمة السورية حينما قال بأنه ننطلق من إثارة الفوضى في الشارع ثم ننتهي إلى العصيان المدني. الحراك الجزائري هو حالة وعي شعبي جماعي في نفس المكان ونفس الزمان وكذلك نفس العوامل استطاعت أن تحقق نتيجة وهي تغيير سلمي هادئ بالحفاظ على الدولة الوطنية في الجزائر والمؤسسات الاستراتيجية في هذا البلد المهدد لموقعه الاستراتيجي ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قضايا عادلة في العالم وكذلك خيرات هذا البلد تجعله مستهدف من قوى عالمية.
نبه معلقون وخبراء إسرائيليون إلى الكثير من المشاكل التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمها معضلة القدرات الصاروخية لحزب الله. تقاطع ذلك مع كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن محاولات رئيس الأركان الإسرائيلية التعتيم على تلك المشاكل وعن تقديمه لجيشه بصورة مثالية. في معرض رده على رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، أضاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على محاولة كوخافي إبراز ما يمكن وصفه بالصورة الناصعة والمثالية للجيش الإسرائيلي في أكثر من مجال، وتجاهله المشاكل المعروفة التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي. ملاحظة نصر الله تقاطعت مع تحليلات محللين وخبراء إسرائيليين في معرض تعليقهم على كلمة كوخافي، حيث انتقدوا خلو كلمته المتعمد من أي انتقاد داخلي وتغييبه الصعوبات الحقيقية التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي، ولا سيما في مجال الحافزية وفقدان ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش، فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية حساسة. مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء احتياط إسحاق بريك واصل حملته للكشف عن عيوب بنيوية في صفوف الجيش الإسرائيلي. بريك الذي وصف هذه العيوب بالمقلقة عدد في مقابلة صحفية المشاكل التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي في مستويات ومجالات عديدة، بدءا من غياب الرقابة وانتشار ثقافة الكذب في الجيش الإسرائيلي وتقديم معطيات خاطئة عن التجنيد، مرورا بالمشاكل التي يعاني منها سلاح البر لكونه وفق بريك غير موجه ويفتقر إلى الملائمة بين أقسامه، ما ينعكس إخفاقا بكل ما يتعلق ببناء القوة والتدريبات والمناورات وصولا إلى الخلل في الرؤية والثقافة التنظيمية. في موازاة ذلك، أشار بريك إلى أن معضلة قدرات حزب الله الصاروخية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي تضع إسرائيل أمام تهديد وجودي. بريك الذي حذر من أنه يكفي أن يمتلك حزب الله بضع مئات من الصواريخ الدقيقة حتى يستطيع إغراق إسرائيل بالكامل بظلام قد يدوم سنوات، أقر بفشل نظرية المعركة بين الحروب، لأن الجيش الإسرائيلي وفقا له مردوع ولا يتجرأ على مهاجمة لبنان بسبب توازن الردع الذي أرساه ويرسيه حزب الله. محللو الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية نصر اللحام، نصر، هل الحديث عن تراجع قوة الجيش الإسرائيلي أم عن تعاظم قدرة حزب الله؟ لأنه هاي تفرق ومهمة جدا. كلاهما الحقيقة بعد الإعلان في دورة كمان جزء في تضخيم قدرات الجيش الاحتلال حتى في معركة 48 لم ينتصر. يبدو انقطع الاتصال بنصر اللحام. سننتقل لسفيان مراكشي لحينما يجهز نصر اللحام. سفيان، تحدثت عن حديث الرئيس عبد المجيد تبون، هو أيضا تطرق وحي ثبات الجزائر بدعمها للقضية الفلسطينية، و نريد أن نسأل عن الرسالة التي أراد الرئيس تبون إيصالها فيما يخص القضية الفلسطينية. بالفعل الرئيس تبون في خطابه في جزئه الأخير تحدث عن المواقف الدولية وبدأ مباشرة بالقضية الفلسطينية وأعاد العبارة التي قال بأن القضية الفلسطينية هي أم القضايا في الجزائر وموقفنا ثابت ولن يتغير فيما يخص القضية الفلسطينية، لأنه هناك من راهن عند غياب الرئيس تبون في رحلة العلاج أن تنأى الجزائر عن موقفها تجاه دعم القضية الفلسطينية وفرملة قطار التطبيع في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا قاطبة، فعاد تبون ليذكر بثبات الجزائر خاصة بعد التغييرات في مديرية الأمن الخارجي في الجزائر في جهاز المخابرات الجزائرية، فقامت بعض الأطراف وقالت بأنه سيكون هناك تغييرات على مستوى المواقف الثابتة وهذا لم يكن، وبالعكس فند الرئيس تبون كل هذه الادعاءات وأكد ثبات الجزائر الدعم للقضية الفلسطينية، وتحدث كذلك وتحدثت جهات أخرى عن ما تسمى بوكلاء لإسرائيل في المنطقة المغاربية وفي القارة الإفريقية وهذا الخطر الداهم، وكذلك تحدثت عن دول تحاول ضرب استقرار القارة السمراء لإشغال الجزائر بهذه البؤر ومحاولة اختراقها داخليا من خلال الفوضى الخلاقة كما تحدثت، وإضعاف الجهاز الحماية في الجزائر من محاولات اختراق الإسرائيلية المتكررة للجزائر، و
هذا طبعا راجع لثبات الجزائر وعزمها على واضح سفيان. اسمح لي هنا أن أعود لناصر اللحام. نعم ناصر تفضل. تحياتي محمد، أرجو أن يكون الصوت قد وصل. أنا قلت بأن الاحتمالين تراجع قوة الاحتلال وتقدم قوة المقاومة، وبالتالي كلاهما شكلا العوامل الأساسية. وإذا أخذنا في عين الاعتبار الأكاذيب التي بثها الإعلام الصهيوني عالميا من إعلام مردخ وغيره، سواء حتى حرب 48 لم ينتصر فيها الاحتلال بل ارتكب مجازر، 67 نفس الشيء، 73 56 كل حروب إسرائيل كانت تعتمد على الضربات الخاطفة، ومن ثم التهليل الكبير ومسح الدماغ وإرهاب العرب بأن إسرائيل انتصرت من مجرد غارة واحدة. الآن جاءت مقاومة تعرف كيف تفند أضلاع الاحتلال وتعرف كيف تضرب، ولاحظنا في المعارك الأخيرة خصوصا تموز 2006 لاحظنا غزة حربين ومواجهات عديدة، لاحظنا في الضفة الغربية بأن الاحتلال لا يتحمل حروب طويلة أبدا، وأن كل هذا العتاد والمعدات التي اشتراها بمليارات الدولارات لا قيمة لها. شاهدت قبل أيام 4 من رؤساء سلاح الجو الإسرائيلي قالوا بأن هذه الطائرات أعدت لمواجهة الجيوش، لكن نحن نستخدمها في قصف الأطفال الذين يحملون بالونات في غزة. وبالتالي هذا في علم الجيوش جيش يعيش على الوهم، والآن بدأ يستيقظ من هذا الوهم، والدليل على ذلك أنه ذهاب القوات البرية إلى أي منطقة لا يتم إلا خلسة، وبالعكس يتم التغطية عليها. حتى زيارات نتنياهو للخارج كما لاحظنا لمدينة نيوم كانت سرية، هو يعتمد أسلوب اللص وبعد ذلك التهويل والتهليل الإعلامي، لكن هذا الأسلوب لم يعد ينفع، والأجيال واعية وبدأت تعرف كيف تؤذي إسرائيل وكيف تضعها عند حدها. طيب ناصر، إسرائيل إذا عملت على موضوع التوازن كم تحتاج من الوقت ليكون هناك توازن مع قوة المقاومة الصاروخية وغير الصاروخية؟ السؤال مهم جدا. السؤال يتعلق بالأجيال وليس بالساعات أو الأيام أو السنوات. أجيال هذا الجيل الجديد في جيش الاحتلال يذهب إلى التجنيد الإجباري، عينه على التيك توك والواتساب، ولاحظنا في الحروب الأخيرة كان هناك أوامر بتجريم الواتساب لأنه اعتقدوا بأن كل معلومات الجنود أصبحت تتنقل عن طريق الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتحدث عن جيل لا يريد أن يموت من أجل أن يبقى احتلال في لبنان أو في فلسطين أو في أي منطقة، جيل يعد الأيام والساعات ليعود إلى منزله. وطبعا المقاومة لم تعطيه فانتازيا الاختيار، كما قلنا بالأمس اليوم الصواريخ الموجهة والدقيقة تستطيع هي أن تلاحق الجنود وليس العكس. يعني ليست المقاومة اليوم تحت ظرف أخلاقيات الاحتلال، إذا عنده أخلاق يقتل أو ما عنده أخلاق ما يقتل. اليوم ما في أوبشنز للاحتلال، نحن نتحدث عن جيل جديد، الجيل القديم الذي كان يعيش الوهم، وهم الصهيونية وهم هيرتزل انتهى. اليوم الحقائق هذه دولة فساد، كيان فساد، حتى الجيش في ملفات كاملة بالمليارات في الفساد. ولداني لا أكثر، يريد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون سقف الإنجاب في بلاده. تحذير السيسي من معدلات الزيادة السكانية لاقته دار الإفتاء المصرية بنشر فتوى مفصلة حول تنظيم النسل وتوضيح عدم وجود حرمة دينية لمنع الحمل أو الإقلال من النسل وتنظيمه. نحو تريليون دولار تحتاج إليها الدولة المصرية لتغطية حجم الزيادة السكانية، أي ما يعادل 16 تريليون جنيه مصري لتلبية احتياجات المواطنين الذين تخطى تعدادهم حاجز 100 مليون نسمة. هكذا حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة الزيادة السكانية لاعتبارها قضية أمن قومي تؤثر على قطاعات الدولة كافة. احنا مش عايزين نمنع، احنا عايزين تنظيم بس. وزي ما اتكلمنا في الموضوع ده مرة قبل كده، قلت يعني ادوا لنفسكم فرصة سنة واثنين وثلاثة بين الطفل والتاني، واثنين كفاية، واثنين كفاية، وانتم طلعين حاجة زي كده على النت اثنين كفاية. الإحصاءات الرسمية تشير إلى وصول معدل النمو السكاني إلى 2,300,000 مولود سنويا، أي ما يزيد على 6,000 طفل يوميا ينبغي تأمين احتياجاتهم، وهو ما أكدته وزيرة التخطيط معلنة عن خطة حكومية لاستهداف الخفض التدريجي للزيادة السكانية.
السيناريو الأمثل أو السيناريو المرجو إن إحنا نصل في 2030 أو 2032 لاثنين واحد طفل لكل سيدة، وفي 2052 لواحد وستة طفل في كل سيدة. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد السكان في نهاية عام 2020 نحو 100,500,000 نسمة في داخل مصر، إضافة إلى 8 ملايين مصري يعيشون في الخارج، فيما بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية 177 مولودا كل ساعة، الأمر الذي أعده مراقبون ناقوس خطر يستوجب مزيدا من الخطط وبرامج التوعية. بالتوازي مع التحذيرات من خطورة الزيادة السكانية، يناقش في أروقة البرلمان المصري مشروع قانون لتنظيم الأسرة ومواجهة المشكلة السكانية، قضية تشكل بحسب خبراء معضلة حقيقية في طريق التنمية التي تسلكها الدولة المصرية. خالد أبو عربة، القاهرة، الميادين. قتيبة الصالح، ما هو حجم المشكلة في مصر بحيث يتحدث الرئيس عن يعني تحديد الإنجاب أو النسل، ودار الإفتاء تصدر فتوى بهذا الموضوع وتوضح وتؤيد؟ يعني محمد، بعيدا عن الجدل الذي أثارته الفتوى داخل المجتمع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن حملة تقودها الحكومة المصرية لتنظيم النسل بغاية ضبط معدلات التضخم السكاني أو الزيادة السكانية. على العموم، كما ذكر التقرير، فأن عدد سكان مصر تجاوز في 2020 100 مليون نسمة، بالعودة الآن إلى الأرقام التي أوردتها وزير التخطيط المصرية، عام 1950 كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 20 مليون نسمة. هذا يعني أن هناك معدل مضطرد من الزيادة السكانية. الرقم المخيف أكثر والمرعب حقيقة أن آخر 20 مليون أضيفت إلى التعداد السكاني المصري كانت خلال 8 سنوات فقط. محمد، المشكلة في العموم ليست في الوجود أو التعداد السكاني الكبير، هو سلاح ذو حدين، المشكلة في عدم اقترانه بسوق عمل يستوعب وبرامج تعليمية حقيقية وأيضا معدل نمو اقتصادي حقيقي. التنمية الاقتصادية بحسب الخبراء محمد تتطلب أن يكون معدل النمو الاقتصادي السنوي يزيد بثلاثة أضعاف على معدل النمو السكاني. الآن ليست هذه المشكلة أيضا يتحدث في الأرقام، فلمواجهة معدل نمو سكاني بين 2.5 و3% كما في مصر، يتطلب ذلك معدل نمو اقتصادي سنوي لتحقيق التنمية بين 7.5 و9%، وهي أرقام عالية جدا. وحتى لو تم تحقيقها بشكل من الأشكال، فيجب أن ننظر أيضا إلى التعليم الذي يتطلبه ذلك وإلى النفقات تتطلبها ذلك، ولأن ثمار هذا النمو الاقتصادي سوف تذهب إلى الأدوية والأغذية والخدمات وليس الإنتاج، ناهيك عن قضم الأراضي الزراعية وعن استهلاك الموارد المالية المحدودة أساسا في مصر. محمد، يعني لترجمة المشكلة الديموغرافية في مصر الكبيرة حقيقة والمشكلة المركبة التي تعاني منها مصر، يكفي الإشارة إلى أن معدل النمو السكاني في مصر لعام واحد يعادل نصف عدد المواليد في قارة أوروبا بأكملها. يعني محمد، هناك طفل كل 13 ثانية ونصف تقريبا. بعبارة مختصرة يمكن القول محمد أثناء هذه المداخلة التي لم تستمر ربما لدقيقتين، تستقبل مصر 10 مواليد جدد. طيب ناصر اللحام، في حين تدعو مصر لتحديد النسل أو تنظيم النسل، لا يبدو الأمر كذلك في الأرض المحتلة؟ إنجاب أكثر عدد من الأطفال الفلسطينيين، هذا يخدم الفلسطينيين في المعركة الديموغرافية بوجه الاحتلال، أليس كذلك؟ فعلا فعلا محمد، مصائب قوم عند قوم. فوائد ياسر عرفات زار مخيم الداشة قرب بيت لحم عام 1995 وألقى خطابه الشهير حين دخل الأرض المحتلة وقال: أريد من كل أسرة أن تنجب 12 طفل، أنتم ربوا طفلا واحدا وأنا أتكفل بتربية 11 آخرين. في إشارة للصراع الديموغرافي والقنبلة الديموغرافية، الاحتلال يهجر مستوطنين نعم من اجل ان يتفوق على عدد الفلسطينيين، والفلسطينيين ينجبون اطفال اكثر واكثر، لانه من ينجب اكثر هو الذي سيبقى، وبالتالي حتى اليوم الاحتلال يتعامل معها باعتبار انها قنبله ضد الصهيونيه. الفلسطينيون يدركون ذلك، يعرفون ان المعركه على كل رحم وليس فقط على كل متر في الاراضي الفلسطينيه. قتيبة الصالح، هل يمكن أن تنجح هذه المساعي؟ بالتالي اليوم الرئيس السيسي تحدث ودار الإفتاء نشرت فتوى، ربما ينضج الموضوع في البرلمان ويصبح قانون، ما مدى نجاح هذه الخطوة؟
يعني بالنسبة يعني هذه الخطوة كيف ستؤثر؟ هناك نماذج ناجحة في العالم محمد، ربما في الصين أقرب مثال، ولكن الأدوات والإمكانيات المتوفرة هناك ربما لا تكون متوفرة في مصر. هناك أيضا النموذج الماليزي الذي استطاع تحقيق تقدم يعني ملحوظ في هذا الإطار، ولكن فيما يتعلق بمصر يعني تذهب رغم هذا التحدي الكبير، يتم الحديث عن أن الأوان قد فات أو ربما لا تسعف الوقت المتبقي بشكل من الأشكال لمقابلة الانفجار القادم أو انعكاس الانفجار على الاقتصاد. الإجراءات المصرية تذهب بشكل كبير باتجاه إقرار قانون في مجلس النواب المصري الذي لا يذهب إلى الإجبار وإنما ربما للإكراه عبر الحرمان من بعض المزايا التي تقدمها الدولة للمواطنين في حال تجاوز الحد المسموح به. يتم الحديث عن الطفل الثالث هنا. على العموم الأزمة المصرية في هذا الإطار أعمق محمد، ربما أحد علماء الاجتماع المصريين يشير إلى أن هناك فرق كبير بين الاقتناع أو الموافقة على تنظيم النسل وعن ممارسة عملية تنظيم النسل. على ما يبدو أن المعركة إذا اتفقنا على تسميتها معركة لمواجهة هذا التحدي سوف تتوجه بشكل كبير أو يجب أن تتوجه في إطار ثقافي إجرائي أكثر من أنه إطار إجباري. يجب تعميم ثقافة، تغيير المفاهيم المرتبطة بهذه الثقافة، هذا في ناحية. في ناحية ثانية رفع الوعي تجاه ذلك، رفع مستوى التعليم، أيضا دقة الإحصاء مهمة جدا لمعرفة تركيز السياسات، أيضا الفرز بحيث تعرف الحكومة المصرية أين توجه سياساتها. يقال الآن أن معدلات النمو السكاني الكبيرة متركزة في مناطق الصعيد وربما قرى الصيادين وأماكن تشبه ذلك. هذا يتطلب رفع المستويات الثقافية والتعليمية لهذه المنطقة. يشير البعض أيضا إلى أهمية عمل المرأة وأن تصل المرأة إلى نسبة 50% من العمل، وهو ما سيساهم أيضا في هذا الإطار. على العموم كما ذكرنا هو سلاح ذو حدين بالتأكيد محمد، مشكلة كبيرة وقد تكون التحدي الأبرز كما قال رئيس الوزراء المصري بالمناسبة، التحدي الأكبر والأبرز أمام الأمن القومي المصري. يكفي الإشارة هنا أيضا محمد إلى أن الدراسات تقول بأن عدد سكان مصر قد يتضاعف، يعني أن نصل إلى 200 مليون مصري خلال 40 عام فقط. شكرا جزيلا لك قتيبة الصالح، وشكرا جزيلا ناصر اللحام، وشكرا سفيان مراكشي. فاصل نحلل بعده قضية اليوم مشاهدينا. الرأسمالية ستدمر العالم إذا لم يحدث تغيير شامل. دراسة علمية أوروبية جديدة تحذر من مخاطر نمط الإنتاج الرأسمالي، إذ لن يكون بمقدور الأرض توفير المواد لسكانها. كل ذلك يطرح أسئلة عن مستقبل النظام العالمي الذي تهيمن عليه الرأسمالية التي قسمت العالم بين أقلية غنية وغالبية فقيرة. أقلية كشف تقرير عن سعيها للحصول على أكثر من مليار جرعة فائضة عن احتياجاتها من لقاحات كورونا من دون الاكتراث لحاجات الدول الأفقر، ما قد يتسبب بإطالة أمد الجائحة. إذن نبه برنامج الأبحاث والابتكار في الاتحاد الأوروبي إلى أن البشرية ستواجه خيارا حاسما بحلول عام 2050 بين الحفاظ على المستوى الحالي من الإنتاج المرتفع الذي يفرضه النظام الرأسمالي أو التوجه نحو نظام اقتصادي قل تهديدا للبشرية. هل استنفد النظام الرأسمالي عناصر قوته وبات في عجز تام عن تجديد نفسه؟ السؤال لم يعد محصورا بنقاشات فلسفية بغرف مغلقة، بل بات يطرح بجدية مع النقص الحاد في مقومات الإنتاج الطبيعية بحسب دراسة نفذها برنامج الأبحاث والابتكار في الاتحاد الأوروبي. خلاصتها أن نمو الاقتصادات الرأسمالية بالمعدل الحالي سيحتاج إلى كمية من المعادن والموارد لا تستطيع الأرض توفيرها إطلاقا، والنتيجة أن الاقتصادات الحالية ستصاب بالركود بحلول العام 2050، والمطلوب تغيير جذري في النظام الرأسمالي من أجل حماية بقاء البشرية.
أعتقد أن التغيير مطلوب وملح، وعلى النظام العالمي وعلى صناع القرار أن يتبنوا سياسات تحاكي تحديين أساسيين. الأول هو التغير المناخي بمعنى اعتماد تقنيات ومفاهيم أكثر صداقة للبيئة، والثاني هو مواجهة عدم المساواة فيما بين الدول وداخل الدول أيضا، حيث بلغ انعدام المساواة نسبا قصوى بين الأغنياء وذوي المداخيل المنخفضة، وهذا الأمر تعزز بفعل كوفيد-19. جائحة كورونا شكلت صدمة للاقتصاد العالمي، لكن الخسائر الضخمة التي لحقت بالعالم قد تشكل حافزا لتسريع وتيرة الإنتاج وبالتالي لاستنزاف أكبر للموارد الطبيعية. لا أعتقد أن أزمة كورونا ستكون الدافع إلى تغيير النظام الرأسمالي الحالي. غالبا ما تتحلى الشركات بذاكرة قصيرة، فإن حصلت الصدمة يتأقلمون معها، لكنهم حين تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي يعودون إلى مقارباتهم التقليدية. الدراسة الأوروبية تؤكد أن الرأسمالية لا يمكنها دعم انتقال ناجح نحو الطاقة النظيفة، وأن أهداف اتفاق باريس للمناخ لن تتحقق أبدا، الأمر الذي يهدد بتدمير أكبر للبيئة. المطلوب إذن تغيير عميق في النموذج الاقتصادي الحالي عبر التحول إلى إطار اجتماعي اقتصادي جديد بحيث تنتج البشرية ما تحتاجه فقط. موسى عاصي، جنيف، الميادين. نرحب بالمشاركين في قضية اليوم، محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي، ومحلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود، ومحلل الميادين لشؤون السياسية قاسم عز الدين. نبدأ منك موسى عاصي، على أساس ما تحدثت عنه أنت في التقرير، بالتالي هل نهاية الرأسمالية بهذه البساطة في العالم؟ لا طبعا، يعني نحن لسنا في هذه المرحلة، لسنا أمام نهاية الرأسمالية لأسباب عدة. أن لا يوجد حتى الآن أي بديل لهذا النظام الذي يسيطر على العالم، ولكن يمكن القول أن الرأسمالية وضعت نفسها ووضعت البشرية في مأزق كبير. الرأسمالية قائمة على معادلة واضحة جدا، هي تسخير كل شيء في هذا العالم من أجل خدمة رأس المال بما فيه الإنسان، البشرية، وأيضا الموارد الطبيعية. بهذا المعنى يمكن القول بأن جشع الرأسمالية حتى الآن أدى إلى يعني نتائج حاسمة بهذا الشأن. بالنسبة للبشرية، تم ربط مصير الإنسان بقدرته على الإنتاج وبقدرته على خدمة الرأسمالية وقدرته على خدمة الثروات، وقد سيطرت الرأسمالية بالفعل على الإنسان بهذا الشكل. بالنسبة للموارد الطبيعية الوضع مختلف تماما، قدرات الطبيعة واحتياطات الثروات الطبيعية لها حدود معينة يمكن أن تنتهي، وهذه النهاية التي تتوقعها الدراسة الأوروبية بين العامين 2040 و2050 ستضع الرأسمالية أمام حائط مسدود وأمام خيارات ضئيلة جدا. نحن إذن أمام استهلاك مقدرات ضخمة جدا من الاحتياطات الطبيعية، وبالتالي فأنه في العام 2050 سيحل بحسب الدراسة الركود الاقتصادي، وسنكون أمام خيارات محدودة جدا هي البحث عن الموارد الطبيعية في حيث توجد، وهذا سيسبب بالمزيد من التوتر والتصعيد ومزيد من عدم المساواة بين من يملك القدرة على السيطرة على الموارد الطبيعية ومن لا يملكها. نزار عبود، النظام الرأسمالي ثبتت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وثبت أكثر من ذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والحديث عن نظام بديل لهذا النظام، من سيرسم ملامح النظام البديل وما هو؟ تحية لك وللزملاء في الميادين وللسادة المشاهدين. لا شك أن النظام الذي تقوده الصين حاليا هو الأكثر أرجح أن يسود، ولاحظنا الرئيس بايدن قبل قليل يتحدث ويهدد الصين بأنها تلعب من خارج اللعبة. الصين تشبك الاقتصاد العالمي، ترسم خطوطا غير مألوفة، تستعد للمواجهة، والمواجهة قائمة فعليا منذ وقت، لكن الصين بقدراتها الصناعية تحولت إلى المصنع الرئيسي للعالم، والمتوقع أن تصل إلى هي تصبح الدولة الأولى في العالم في عام 2028. هذه الدولة تحسب حسابات كثيرة على المستويات التقنية، على المستويات المالية. اليوم العالم قلق جدا من أن الصين تحاول إنجاد عملة رقمية أو خاناتية للداخل وللتعامل الدولي فيها.
هذا الخبر انتشر كثيرا والمحللون توقفوا مليا أمامه لأنه يمثل تقويضا كاملا للنظام الرأسمالي المعهود. الدولار الذي ساد العالم منذ مرحلة في نظام بريتن وودز يتآكل ويصبح حاليا يضعف تدريجيا. وهناك حتى ضمن العالم الرأسمالي دول انضمت إلى الصين في بنك التسويات أو بنك البنى الأساسية الذي أقامته منها بريطانيا، وكان ذلك مزعجا جدا للولايات المتحدة. لذلك سمعنا بايدن يهدد الصين بأنها تلعب من خارج القواعد واللعبة، ويقول يجب على الغرب أن يتضامن معا في محاسبة الصين ومحاربتها ومحاسبة روسيا أيضا. هنا نسأل قاسم عز الدين، قاسم، لماذا يقرع الاتحاد الأوروبي جرس الإنذار للرأسمالية وهذا التحذير الموجود حاليا في هذه الدراسة وشاهدناه بتقرير موسى عاصي؟ ماذا يختلف عن التحذيرات السابقة بهذا الخصوص؟ في حقيقة الأمر هو هذا الجرس يقرعه الاتحاد الأوروبي بشكل يعني قوي كما طرحه منذ على الأقل منذ 2014، لكن الموضوع مطروح في المؤسسات الدولية قبل ذلك فيما عرف ببرنامج الألفية، وعلى ضوئها تم الانتقال إلى ما يسمى التنمية المستدامة والتنمية وإلى آخره، وعقد في 2009 أهم مؤتمر للمناخ وطرحت فيه كل مواضيع الرأسمالية والبيئة والزراعة وكل المسائل، واشترك فيه العديد من العلماء في كل بلدان العالم. لكن الولايات المتحدة رفضت هذا المنحة واعتبرت أنها هي المتضررة إذا جرى تغيير في النمط الرأسمالي، بينما أوروبا راوغت ولا تزال تراوغ في اتفاقية 2015. والخلاف هو واضح تماما. السؤال، هل ممكن نقرع الجرس لكي نستفيد ونشجع شركاتنا على تغيير الصناعات للترويج والربح، أم فعلا هو تغيير الاستهلاك وتغيير نمط الإنتاج الرأسمالي المعد أساسا استخدام المال من أجل ربح المال؟ هنا المشكلة الكبرى التي لا تزال، وبما في ذلك هذا التقرير عن الاتحاد الأوروبي اليوم، هو أصلا هو برنامج لماذا؟ هو برنامج يسمى الابتكار، الابتكار ما يجدد الصناعات، ويطرح الموضوع اليوم بالنسبة للتحول من الصناعات خاصة السيارات القائمة التي تعتمد على النفط ومشتقاته إلى السيارات الكهربائية، لكن لا يتناول بالدرجة الأولى والأساس هو مس بالنظام الرأسمالي بمعايير النظام الرأسمالي والتحول من نظام متوحش يهدد ليس فقط يعني الاقتصاد، هو يهدد الكون ويهدد الحضارات الإنسانية، وهذا هو المأزق الكبير. أنت أيضا هنا مهدت لنا للسؤال عن البدائل أو الخيارات. سنسأل موسى عاصي، ما هي الخيارات أمام العالم أو تحديدا النظام الرأسمالي؟ بالتالي هل اليوم نقول الرأسمالية فقدت جميع الأوراق أم ما زالت قادرة على المناورة؟ يعني الخيار المطروح أمام الرأسمالية أو الذي تسير فيه الرأسمالية هو معروف ولا حياد عنه، الإنتاج والمزيد من الإنتاج في خدمة رأس المال، وكل المسائل التي تحدث عنها الزميل قاسم ولا سيما البحث عن بدائل للطاقة أو الطاقة، البحث عن الطاقة النظيفة حتى الآن لم تؤدي يعني مهمتها في الحلول محل الطاقة الطبيعية الموجودة إن كان على مستوى النفط أو غير ذلك. إذا سنسير في الاتجاه ذاته، وعندها سيكون هناك كما ذكرت هناك شح بالموارد الطبيعية، وسيكون لهذا الشح والاستخدام المفرط للطاقة الطبيعية انعكاسات، كان لها انعكاسات وسيكون لها انعكاسات أكبر على البيئة في المستقبل القريب. إذن هناك خيارات مطروحة بديلة لهذا الجشع الرأسمالي، وهو ما يعرف بأن تنتج البشرية ما تحتاجه. اليوم البشرية تنتج بشكل رهيب بأضعاف ما تحتاجه. لماذا؟ لسبب وحيد فقط، من أجل جمع الثروات. الدراسة الأوروبية
الأوروبية تتحدث أنه يمكن لبعض الدول المتطورة صناعيا أن تخفض مستوى اعتمادها على النفط الطبيعي، النفط المعروف بالنفط الصخوري، بنسبة 70 إلى 80% من دون أن يتغير أي شيء على رفاهية الإنسان. تخيل أنه في أوروبا على سبيل المثال الإنسان يغير سيارته كل 3 أو 4 سنوات، نحن لسنا بحاجة إلى كل هذا. تخيل أن البشرية ترمي في النفايات كل عام 1.3 مليار طن من الأغذية، 1300 مليار طن من الأغذية ترمى بسبب الإصرار لدى الشركات الكبرى على الإنتاج والمزيد من الإنتاج. إذن يمكن للبشرية أن تنفق أقل، أن تنتج أقل، وأن لا تتأثر بخفض الإنتاج. ولكن هذا الإنتاج المرتفع لسبب وحيد فقط، هو أننا نبحث دائما عن الأرباح والمزيد من الأرباح. نزار عبود، بماذا يشعر كبار الرأسمالية تحديدا في الولايات المتحدة؟ هل هناك اطمئنان أم يشعرون بخطر دائم وبأنه السفينة ستغرق؟ الرأسمالية بطبيعتها تمر بأزمات ودورات اقتصادية تصعد وتهبط، وهذه الدورات تتكرر كثيرا. في 12 عاما الماضية حصلت أزمة كبرى تهددت النظام الرأسمالي العالمي بأسره في عام 2008، عندما كاد النظام المصرفي الأمريكي أن يفلس تماما لولا أن تدخل الاحتياطي المركزي الأمريكي الذي ضخ مئات مليارات الدولارات أعطاها مجانا للبنوك لكي تبقى عائمة. وهذا لو حصل في أي دولة أخرى لكانت انهارت هذه الدول، كما نشاهد في العديد من البلدان حاليا. النظام الرأسمالي حاليا أيضا يمر بأزمة أخرى، هناك مشكلة العمالة، هناك مشكلة التوظيف. المستهلك لكي يستهلك لابد أن يكون لديه دخل، لكن ما يحصل حاليا هو أن حفنة من الرأسماليين في الولايات المتحدة هم 5 فقط، هم أكبر رأسماليين، هؤلاء يسيطرون على معظم الثروات، وأيضا هؤلاء يعملون من خارج النظام الرأسمالي التقليدي تماما، حيث أن الحواسيب هي التي تنتج الثروة. نأخذ مثلا فيسبوك الذي مارك زوكربيرغ يمتلك نحو 101 مليار دولار، هذا وحده أنتجه من خلال نظام حاسوبي. الكمبيوتر حاليا يحل محل النظام الرأسمالي بكل ما الكلمة من معنى، وهذا النظام مهدد من داخل هذه التوليفة بين الكمبيوتر والرأسماليين الكبار الذين ينتجون من خارج الأطر التقليدية أو أنماط الإنتاج التقليدية. طيب. لذلك هم نجدهم يتنقلون ويعملون حتى بدون القيود التقليدية. اسمح لي أن أنتقل لقاسم عز الدين وأسأل، هل هناك هو واسعة بين ما يخلص إليه العلماء بخصوص الرأسمالية ومستقبلها وبين خلاصة المؤسسات الرسمية؟ بدون أدنى شك، حتى في هذا التقرير، يعني البرنامج الأوروبي للبحوث والابتكار يستند إلى تقارير علماء، وهذه التقارير موجودة وتعمل مع الاتحاد الأوروبي، من نشرت كل هذه الأبحاث في مجلة الطاقة وعلوم المحيط الحيوي منذ 2019. وإلى ماذا يدعون؟ يدعون بشكل واضح وبسيط إلى أن النموذج النيوليبرالي هو نموذج انتحاري، سيقضي على نفسه لكن سيقضي على البشرية أيضا للأسباب، وذكر الزميل موسى يعني بعض جوانبها. هذه الدعوات وهذا الصراع بين العلماء والمؤسسات الدولية، الاتحاد الأوروبي وحتى الأمم المتحدة، الفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي وإلى آخره، هي تعتمد إلى تنظيف الصورة. بمعنى آخر، أن العلماء، وأقول هنا أذهب إلى العلماء الجذريين، العلماء الإيكولوجا، يعتبرون أن الثروات الطبيعية في البشر في الكون، المناخ، الأرض، المياه، الثروات بالمحيطات إلى آخره، هذه ليست ملكية خاصة، ولا يحق للرأسمال والبلدان أن تستغلها وأن تبددها. هذه ثروة عامة منقولة من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. إذا لجأ النظام الرأسمالي مهما كان شأنه إلى حساب هذه الديون الإيكولوجية على البشرية، لا يستطيع أن ينتج علبة كبريت، لكنه يبدد، وهو يستعمل القرصنة، يستولي على ثروات الكون. على الصعيد الآخر، في 2008 طرحت مسألة الغذاء،
لماذا طرحت؟ طرحت المؤسسات للدعوة إلى الاستثمار الرأسمال، بمعنى آخر ذهاب الرأسمال الكبير والشركات الكبرى للاستيلاء على المحيط الحيوي والأرض والزراعة، وأدى إلى ما يسميه زيجلر عند بجنيف عند الزميل موسى إلى حروب وجرائم ضد البشرية وجرائم حرب. هذه الرأسمالية تقود وبالتأكيد حرب هنا سنسأل البشرية. أيضا موسى عاصي، جائحة كورونا كم رسخت هذه النظرية، نظرية سقوط الرأسمالية بهذا الشكل المدوي؟ هناك فرق بين يعني لنتحدث قليلا عن الخسائر الاقتصادية. صحيح أن وباء كورونا أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة على العالم، ولكن في هذه الجزئية كل الدراسات والتقارير التي صدرت عن منظمات الأمم المتحدة تشير إلى أن هذه الخسائر الاقتصادية سيكون تأثيرها أكبر على الفئات الفقيرة أو ذات الدخل المنخفض في الدول الغنية وعلى الدول الفقيرة أيضا. إذن هذه الخسائر سيكون لها تداعيات مزيد من عدم المساواة بين الدول وبين الفئات الاجتماعية داخل الدول، هذا من جهة. أما تأثير كورونا على الرأسمالية فهو غير ملحوظ ولن يلحظ في القريب العاجل. لماذا؟ لأن الشركات الرأسمالية الكبرى تتأقلم بسرعة وتأقلمت بسرعة مع هذه الجائحة. رأينا كيف يعني تمكنت شركات كبرى كأمازون وأبل وغيرها من تحقيق أرباح هائلة بسبب وباء كورونا والإجراءات المتخذة على المستوى العالم. الأهم من ذلك والأسوأ من ذلك إذا صح التعبير هو أن الشركات الكبرى التي توقفت بحدود معينة عن الإنتاج خلال الفترة الماضية في خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، فبعد العودة إلى الحياة الطبيعية تريد التعويض عن خسائرها. لذلك من المتوقع أن ترفع إنتاجها بشكل كبير جدا وبشكل ضخم جدا خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء وباء كورونا من أجل التعويض عن هذه الخسائر، وهذا يعني المزيد من استنزاف الموارد البشرية، المزيد من الضرر على البيئة والمناخ، والمزيد من الفقر وعدم المساواة بين الدول الفقيرة والدول الغنية. نزار عبود، ونحن نتحدث عن مستقبل الرأسمالية وهذه الدراسات تتحدث إلى 2050، ويعني هناك الكثير من المؤشرات، وتأتي هذه الدول الرأسمالية والغنية على رأسها الولايات المتحدة تحجز عدد لقاحات لفيروس كورونا أكثر من حاجتها. اليوم بعض الدول حجزت أكثر من مليار جرعة. كم هذه الإجراءات بحق الدول الفقيرة التي ستحرم هذه الدول الفقيرة ستعزز من نظرية سقوط الرأسمالية بشكل مدوي نتيجة الطمع الموجود حاليا كما يوصف؟ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر ميونخ اليوم تحدث، قال إن كورونا عرت العالم، عرت القيم الأخلاقية العالمية، وهو يشير بشكل أساسي طبعا إلى موضوع كورونا وكيفية التداول. المعروف أن البشرية لن تنجو من هذا الفيروس إلا إذا جرى تلقيح كل سكان الكوكب، وبالتالي إذا هناك تلقحت الدول الداروينية الغربية نفسها باللقاح وحمت شعبها فإنها لن تنجو أيضا، لأن هناك طبعا كما شاهدنا بجنوب أفريقيا هناك نوع مختلف من الفيروس الذي يطعن حتى بالأدوية واللقاحات المستخدمة في غير دول. بالتالي لكن الأنانية هي السائدة، وهذا شيء طبيعي، وهذا من صلب النظام الرأسمالي وأخلاقياته. النظام الرأسمالي يتظاهر بأنه نظام الرعاية لكنه في الواقع ليس نظام رعاية، هو نظام الأنانية والحلول الفردية. الفردية هي الأساس في هذا النظام. لذلك نجد حتى بمعالجة قضايا أساسية مثل التعليم، مثل الصحة في الولايات المتحدة، طرقات مواجهة الكوارث الطبيعية، نجد أن هناك تقصير وتقاعس من قبل الدولة. اسمح لي أن أعطي الدقيقة الأخيرة لقاسم عز الدين وأسأل بالنسبة لدولنا ولعالم الجنوب، كيف يمكن أن نستفيد من هذه الدراسة أو من توصياتها؟ على العكس، إذا أردنا أن نستفيد فعلا أن نعكس هذه التوصيات. هو يوصف وهو ينقل ما يقوله العلماء، وهذه دراسات موجودة وقديمة ومتعددة وواسعة. هذا البرنامج، برنامج بحوث الابتكار، ميزانيته في الاتحاد الأوروبي بين 2021 و2027 95.5 مليار يورو طبعا.
يتعامل مع 15 بلد خارج الاتحاد الأوروبي منها إسرائيل، وهو يساهم بتمويل البحوث بإسرائيل بحوالي 2.3 مليار يورو في السنة. ماذا تفعل فيها إسرائيل؟ خذ العلاقة التي تطرحها مثلا على السودان، أنها تقدم برنامج ابتكار للري والزراعة وإلى آخره. الهدف من كل ذلك هو الشركات الكبرى، هو استثمار الرأسمال الكبير. بينما وبالإمارات نفس الشيء، بينما نحن لدينا في منطقتنا تراث هائل في الزراعة ولسنا بحاجة، على العكس تدمرنا هذه التوصيات وتبدد ثرواتنا، وللأسف نحن ملزمون إلى حد كبير بهذا السياق الذي تجري فيه النقاشات بين الحداثة والتخلف أو ما يسمى الالتحاق بأوروبا والدول الغربية، وأن نعود إلى ذاتنا. فندانا شيفا الهندية تقول أن الزراعات التقليدية هي التي تحافظ على 3 مليار بشري في الكون. شكرا. اليوم بينما الرأسمالية والإنتاج الرأسمالي وما يسمى الاستثمار والتشجيع يهدد ملايين، ذكر بعضها التقرير ملايين بالجوع ب 55 بلد على الأقل. شكرا جزيلا لك قاسم عز الدين، وشكرا جزيلا لنزار عبود، وشكرا لموسى عاصي. مشاهدينا شكرا لكم، التحليل ينتهت، في أمان الله.